طبعا. النائب احمد حلمي الشريف وكيل اللجنه التشريعيه، تعال نساله ونشوف ايه اللي حصل النهارده. اهلا بيك يا سياده النائب. مساء الخير يا فندم. معايا الدكتور محمد الباز في الاستوديو، و بيمسي على حضرتك. اهلا بيك يا فندم. عايزين تطلعنا على ما جرى اليوم، و يعني متماشي مع ما هو مرسوم دستوريا في التعديلات ومناقشتها. كان النهارده زي ما قرينا انه مناقشه مبدا التغيير في حد ذاته وليس مضمون وفحوى التغييرات. اطلعنا سياده النائب على ما جرى اليوم. يعني ما جرى اليوم هي المناقشات التي يجريها المجلس من حيث المبدا، مبدا التعديل. هل التعديلات مقبوله من مبدئيا أو لا؟ فهذه المناقشات تنتهي ثم يجري تصويت بشأن القبول المبدئي. فإذا ما انتهى التصويت للأغلبية لصالح قبول التعديلات أصبحت التعديلات مقبولة من حيث المبدأ، فيتحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشة. فكل ما يجري اليوم هي مناقشة للقبول من حيث المبدأ. وبعد انتهاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من مناقشتها، وهي فترة 60 يوم الكاملة من يوم الإحالة، تعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التقرير المفصل بما تم من مناقشات ولجان استماع، وتعرضها على المجلس للمناقشة في قبولها من حيث الموضوع. صحيح. بعد 60 يوم يبقى في برضو التصويت فيها نداء باسم. يبقى النهارده تصويت نداء باسم، مناقشه نداء من حيث المبدا، ويعقبها باكر التصويت نداء باسم، ثم نداء باسم مره اخرى، تصويت نداء باسم من حيث الموضوع بعد مناقشتها في لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه. يبقى التعديلات هيصوت عليها نداء باسم مرتين، مره من حيث المبدا النهارده وبكره تصويتها، ومره من حيث الموضوع لما تنتهي لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه من مناقشه. تمام. سياده النائب احمد حلمي الشريف وكيل اللجنه التشريعيه، شكرا على هذا الايضاح والتوضيح.